نشرة الأخبار من الميادين، حياكم الله وإلى العناوين. الاحتلال يشن غارات على مواقع خالية في قطاع غزة وسهل الإقليل في جنوب لبنان. المقاومة ترد وتبلغ الوسطاء بأن أي عدوان واسع سيقابل برد غير مسبوق. رغم اعتداءات الاحتلال، عشرات الآلاف يتحدون إجراءاتهم في الأقصى ويصلون فجر الجمعة الثالث من شهر رمضان ويهتفون للمقاومة. وزير الخارجية الروسي في تركيا: وإعادة العلاقات بينها وبين سوريا تتصدر محادثاته غداة الاجتماع الرباعي في موسكو. بعد تأجيل توقيع الاتفاق في السودان، تظاهرات حاشدة في مختلف المناطق رفضا لحكم العسكر. بكين تجدد تحذيرها واشنطن من تجاوز الخط الأحمر بشأن تايوان، وتعلن فرض عقوبات جديدة ضد مؤسسات أمريكية وتايوانية. بعد يوم آخر من التظاهرات الفرنسية ضد قانون التقاعد، النقابات العمالية تعلن عن مرحلة جديدة من الإضرابات رغم الأعياد. بعد ليل طويل من الغارات ورد المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية، عاد الهدوء إلى قطاع غزة مع استمرار تحليق الطائرات الحربية والمسيرة من وقت لآخر بحسب مراسلنا. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عما يسمى قيادة الجبهة الداخلية إعلانها إزالة كل القيود في مستوطنات غلاف غزة، وأنها سمحت للسكان بالعودة إلى الروتين الكامل. وكان الإعلام الإسرائيلي قد نقل عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه إذا توقف إطلاق الصواريخ فإن إسرائيل ستعتبر أن العملية انتهت من جانبها. إلى ذلك، فإن المقاومة لم تتأخر في التصدي للعدوان برشقات صاروخية استهدفت المستوطنات في غلاف غزة والطيران الحربي بصواريخ أرجو. وأعلنت كتائب القسام تصدي دفاعاتها الجوية للطائرات الحربية في سماء قطاع غزة بصواريخ أرجو، بالإضافة إلى تصدي المضادات الأرضية. وأكدت مصادر محلية أن المقاومة أطلقت عدة صواريخ تجاه طائرات الاحتلال من أكثر من محور في قطاع غزة. وأعلنت كتائب المجاهدين أن وحدة الدفاع الجوي بالكتائب تصدت للطائرات الحربية المعادية في سماء قطاع غزة بصاروخ أرجو. كذلك أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية مسؤوليتها عن استهداف مستوطنتين وموقع عسكري. إلى ذلك، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية قوات الشهيد عمر القاسم أنها قصفت مستوطنة نتيف عتسرا وموقع كرم أبو سالم العسكري بالصواريخ.
في المقابل دوت صفارات الإنذار في معظم المستوطنات المحيطة بغزة، وفتح سلطات الاحتلال الملاجئ في المدن والمستوطنات جنوب فلسطين المحتلة وشمالها وفي محيط مدينة تل أبيب. وفيما أعلن جيش الاحتلال أن القبة الحديدية أطلقت صواريخ اعتراضية في أجواء القطاع، إذ سقط عدد من صواريخ المقاومة على سديروت، ما أدى إلى وقوع أضرار فيها وإصابة أحد المستوطنين الذين نقل الإعلام الإسرائيلي عنهم رعبهم مما حصل وعزمهم على الرحيل. هذا وأكدت مصادر خاصة للميادين أن المقاومة في غزة أبلغت الوسطاء بأن أي عدوان واسع على القطاع سيقابل برد غير مسبوق، وأن هناك تنسيقا كاملا بين المقاومة في غزة وغرفة عمليات محور المقاومة في المنطقة. وأضافت المصادر أن المقاومة وضعت وحداتها الصاروخية بعيدة المدى في حالة استنفار قصوى، مشيرة إلى أن موضوع الرد ومداه مرتبط بحجم القصف الإسرائيلي والأهداف التي تتعرض للهجوم. معنا من غزة مراسل الميادين أحمد غانم. أحمد، مرحبا بك من جديد، وأنت يعني في الميدان تنقل لنا الصورة، آخر التطورات ميدانيا وأيضا يعني إن كانت هناك أي مواقف جديدة أحمد. نعم مروان، الوضع على حاله، توقفت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ طبعا هذا الصباح بعد ليلة شهدت قصفا مركزا لعدد كبير من مواقع المقاومة الفلسطينية من شمال القطاع وحتى طبعا جنوبه. القصف الإسرائيلي أيضا طال أراضي زراعية ومناطق بالقرب من تجمعات سكنية. تكشف هذا الصباح مروان عن حجم الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي القريب من بعض التجمعات السكنية، ولا سيما في منطقة حي التفاح شرقي مدينة غزة. تسبب هذا القصف بدمار كبير أو بأضرار كبيرة لكثير من المنازل المواطنين جراء القصف العنيف بأكثر من 12 صاروخا لمنطقة سكنية مأهولة بالسكان. تسببت هذه الصواريخ بحفر كبيرة وأيضا تدمير لشبكات الصرف الصحي وأضرار في سيارات المواطنين ومنازلهم في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تضرر مستشفى ووصلت إصابة لطفل جراء إصابته بالزجاج. على كل حال، الأمور على حالها. المقاومة الفلسطينية بكل تأكيد طوال هذه الليلة لم توقف صواريخها أو لم توقف إطلاق صواريخها تجاه الأراضي المحتلة وتحديدا مستوطنات غلاف غزة. بيانات الفصائل تردنا تباعا تعلن مسؤولياتها عن إطلاق صواريخ أو حتى قذائف هاون. على سبيل المثال، الجبهة الشعبية أعلنت مسؤوليتها في زهاء الساعة 9 عن إطلاق عدد من قذائف الهاون الثقيل باتجاه الكيبوتسات العسكرية المحاذية للسياج الفاصل شرقي القطاع وشماله، ومنها أبو مطيبق العسكري وكفر عزة وموقع إيرز وموقع صيانة الآليات، وكذلك كتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين. وبكل تأكيد المقاومة تمكنت من إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للطائرات خلال هذا الليل. الفصائل الفلسطينية مروان يعني تصدر مواقف يعني بشكل متواصل. حماس على لسان حازم قاسم الناطق باسمها قال أن قضية الأقصى ستظل قادرة على تفجير الأوضاع، لأن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يمرر جرائم الاحتلال دون رد. وأكدت حماس ومعها كل قوى الشعب الفلسطيني حقها في الدفاع عن المسجد الأقصى، وستظل المقاومة درعا وسيفا للقدس، وسيبقى الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى قضية طبعا مركزية. المجلس التشريعي طالب العالم بضرورة التدخل لردع طبعا العدوان بحق المسجد الأقصى، وطالب بضرورة وقف العدوان يعني على قطاع
غزة، وكذلك صدرت بيانات طالبت الصليب الأحمر بإلزام إسرائيل بوقف استهداف وتعريض المنشآت الصحية والمدنية لطبعا الخطر. هذا كله فيما أكدت الغرفة المشتركة كما ذكرت مروان أنها جاهزة للتصدي لأي عدوان. على كل حال الأمور يبدو أنها ذاهبة للهدوء أكثر فأكثر، لسيما مع إعلان يعني الجبهة الداخلية قبل قليل أو إعلان الجيش السماح للمستوطنين بالعودة إلى الأوضاع الطبيعية في مناطق غلاف غزة، هذا بحسب ما يرد في وسائل الإعلام الإسرائيلية. معنى ذلك ربما يعني هذا الأمر ربما بحسب كثير يعني بحسب محللين ربما يأخذ بعدين، البعد الأول ربما أن إسرائيل فعلا ترغب بتهدئة الأوضاع وعدم توسيع هذه الجولة من المواجهة، وبعض المحللين الذين قرأنا لهم قالوا ربما تكون هذه خطوة يعني تمويه من جانب الجيش الإسرائيلي قد يبنى عليها لتجديد هذه الغارات أو تنفيذ عمليات اغتيال لقادة المقاومة في قطاع غزة. على كل حال تبقى هذه يعني تحليلات ما لم فعلا نلحظ بالعين المجردة ونتابع تغير الواقع الميداني الذي لا يشي حتى هذه اللحظة بأن الأمور ذاهبة إلى التصعيد، وإنما كان الهدف من كل ما جرى اليوم هو أو من هذا القصف الذي تبعناه هذه الليلة هو إعادة إسرائيل لماء وجهها الذي انسكب أمام العالم بعد وصول الصواريخ من لبنان إلى الجليل. شكرا لك من غزة مراسل الميادين أحمد غانم. الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم كان قد أكد للميادين أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يمكن أن يوقف دعم المقاومة الفلسطينية للمسجد الأقصى، مشددا على أن هذه الخطوات لن تكسر الفلسطينيين. قاسم أضاف أن الفصائل الفلسطينية تقود معركة حقيقية من أجل المسجد الأقصى، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التبعات. الاحتلال يعني حاول أن يصدر أزمات الداخلية عبر تصعيد عدوانه، لكن سيندم الاحتلال على هذا العدوان. الاحتلال سيندم على هجومه على المسجد الأقصى المبارك، وكان اليوم الاحتلال بعد الذي حدث من لبنان قد أوقع نفسه في ورطة كبيرة مع الأمة جميعها، لأنه حذرنا منذ البداية أن المسجد الأقصى المبارك هو بالفعل يخص كل عربي ومسلم بل وحر شريف في هذا العالم. الأمور في حال أن الاحتلال زاد من هذا العدوان تتجه إلى مزيد من التصعيد، لأن المقاومة دائما هنا في قطاع غزة تكون حاضرة للدفاع عن شعبها وأقصاها، وهي مصرة على تثبيت معادلة أن القصف بالقصف وتثبيت معادلة أن المقاومة هي درع الشعب وسيفه ودرع القدس والأقصى وسيفه إن شاء الله. كذلك شدد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داود الشهاب على استعداد المقاومة الفلسطينية للدخول في المواجهة دفاعا عن المسجد الأقصى. وفي اتصال مع الميادين أكد أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاعتداء على المقدسات من دون أن يلقى ردا قويا. نحن نقول بكل وضوح وبكل ثقة وبكل يقين بأننا هذه المرة إن شاء الله تعالى قادرون على أن نرد صاع صاعين، ولن تمرر المقاومة الفلسطينية للعدو الإسرائيلي هذه الاعتداءات على قطاع غزة. المساس بالمسجد الأقصى المبارك، أي اعتداء على الأقصى المبارك سيقابل برد، أي اعتداء على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده سيقابل برد من قبل المقاومة الفلسطينية. هذا قرارنا، لن نسمح للعدو الإسرائيلي بأن يغير قواعد الاشتباك. بالعكس نحن اليوم نفرض معادلات الاشتباك التي فرضتها المقاومة في سيف القدس، وهي أن المساس بالمسجد الأقصى المبارك سيقابل برد. إلى القدس المحتلة، حيث عززت قوات الاحتلال من إجراءاتها المشددة قبيل صلاة الظهر في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان المبارك. وكانت قد اقتحمت صباح اليوم باحات الحرم القدسي الشريف لتأمين اقتحام المزيد من مجموعات المستوطنين. وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين قد شاركوا في تظاهرة حاشدة بعد فجر اليوم الجمعة في باحات المسجد الأقصى وسط هتافات مدوية تحية للمقاومة.
وفور انتهاء صلاة فجر الجمعة الثالثة في رمضان احتشدوا في باحات الأقصى ورددوا الهتافات الوطنية التي تؤكد استعدادهم لفداء القدس والمسجد بأرواحهم، وتعهدوا بإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين لمحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني وفرض وقائع جديدة في المسجد. وفي محيط المسجد الأقصى قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين فجر اليوم قرب باب حطة في البلدة القديمة، وذلك في محاولة منها لعرقلة دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر في الجمعة الثالثة من شهر رمضان. وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى تصدى الفلسطينيون لاعتداءات الاحتلال وذلك بالمفرقعات النارية، وقد قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على أحد الشبان بوحشية. وفي الضفة الغربية رد مقاومون على اعتداءات الاحتلال في غزة والقدس المحتلة، ونفذوا عمليتي إطلاق نار في بلدتي جبع وحوارة، وتمكنوا من إصابة أحد جنود الاحتلال بالنيران في محيط حاجز بلدة جبع. وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية قد أكدت جاهزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان نحو الدفاع عن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده. وفي بيان شددت فصائل المقاومة على وجوب إيقاف العدو لاعتداءاته بحق الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه بكل الوسائل، والتوقف عن ما سمته مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته. إلى لبنان، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 غارات استهدفت نقاط مختلفة على مقربة من مدينة صور جنوب البلاد. وفي بيان قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الأهداف شملت بنى تحتية تابعة لحركة حماس جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قواته لن تسمح لحماس بالعمل من داخل لبنان.
وحمل البيان الدولة اللبنانية مسؤولية كل نيران موجهة تنطلق من أراضيها وفق تعبير البيان. إلى ذلك أوعز وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي على إثر القصف والاعتداء الإسرائيلي المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان، ما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان. هذا وأعلن الجيش اللبناني عثوره على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدة للإطلاق في محيط بلدة زبقين وبلدة القليلة جنوب لبنان. وفي تغريدة عبر تويتر نشرت قيادة الجيش صورا للمنصات والصواريخ. هذا وكان الجيش قد أكد في تغريدة سابقة إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل فيما لم يحدد هوية مطلقيها. معنا من الناقورة من القليلح مراسل الميادين عباس الصباغ. عباس، يعني الأوضاع الآن في جنوب لبنان بشكل عام، في منطقة القليلح بشكل خاص، إن كانت هناك أي أصداء ومواقف جديدة عباس؟ نعم، تحية لك والمشاهدي الميادين الكرام. طبعا في منطقة القليلة التي تعرضت لغارات إسرائيلية فجر هذا اليوم، يعني الحياة عادت إلى طبيعتها، لكن هناك يعني بعض الإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني. في هذا المكان هناك مزرعة تعرضت لغارة إسرائيلية فجر اليوم، ولا يزال الجيش اللبناني يعاين هذه المنطقة، وايضا خشيه ان تكون هناك بعض القذائف غير المنفجره، وبالتالي يعني هذه المنطقه، يعني المكان المستهدف هي مزرعه للاغنام، يعني تم يعني نفقت عدد من الاغنام في هذه المنطقه، وبطبيعه الحال يعني لا يوجد اي هدف عسكري في هذه المنطقه على غرار المناطق الاخرى التي تعرضت لصواريخ من طائرات اسرائيليه فجر هذا اليوم، كان في يعني في محيط مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين او في المنطقه البعيده بعض الشيء عن هذا المخيم في اتجاه بلده الناقوره. فقط بالنسبة للمواقف، طبعا إضافة إلى موقف وزارة الخارجية التي ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن، هناك موقف لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد موريس سليم، الذي قال لنظيره الإيطالي الذي هو في زيارة للبنان لتفقد وحدة بلادها التي تعمل ضمن قوات اليونيفيل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، العميد سليم وزير الدفاع قال بأن الجيش اللبناني جاهز إلى أقصى درجات التعاون مع قوات اليونيفيل، وفي الوقت عيني جاهز للتصدي والمواجهة بعد الانتهاك الخطير التي قامت به إسرائيل يعني من خلال العدوان على لبنان. بطبيعة الحال يعني المواقف الرسمية يعني اقتصرت على موقف تشاوري لرئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية الذي أوعز لتقديم شكوى كما أسلفت، وأيضا وزير الدفاع، إضافة إلى يعني استنكار من حركة حماس. يعني الأوضاع الآن في هذه المنطقة، منطقة القليلي التي تعرضت لاعتداء إسرائيلي فجر اليوم، أوضاع عادية جدا، يعني حركة السير طبيعية، علما أن في لبنان اليوم عطلة رسمية، عطلة يعني الجمعة العظيمة التي تسبق عيد الفصح المجيد، وبالتالي يعني كل شيء عاد إلى طبيعته باستثناء الخسائر التي مني بها المزارعون جراء قصف. يعني ما كنا قد يعني كان أكثر من رسالة من المنطقة التي تعرضت للقصف، هي عبارة عن قناة لري السهول، سهول الموز والحمضيات، وجسر كان فوق هذه القناة، وبالتالي يعني هذه الخسائر للمزارعين لأنها تحتاج إلى وقت كثير لإعادة يعني أن تعود هذه القناة إلى عملها، وبالتالي تروي السهول الممتدة من يعني بلدة تقريبا من محاذاة مخيم الرشيدي إلى بلدات تبعد قرابة 4 كيلومترات عن مخيم الرشيدي، وبالتالي يعني هذه هي الخسائر التي مني بها لبنان جراء هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع فجر هذا اليوم. نعم. من الناقورة مراسل الميادين عباس الصباغ، شكرا لك. من جهته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد قال أن حكومته ستتصرف بحزم ردا على وابل الصواريخ الذي استهدف إسرائيل. كما قال نتنياهو الذي ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، قال أن من فعل ذلك سيدفع الثمن، محملا حركة حماس مسؤولية إطلاق أكثر من 30 صاروخا من لبنان.
لقد أوضحت مؤخرا أنه ينبغي لأعدائنا ألا يسيئوا تقديرنا. النقاش الداخلي في إسرائيل لن يمنعنا من اتخاذ إجراءات ضدهم، كلنا ومن دون استثناء متحدون في هذا الأمر. ليس لدينا أي نية لتغيير الوضع الراهن في جبل الهيكل. ندعو إلى تهدئة الوضع وسنتخذ إجراءات صارمة ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف. أما العدوان علينا في الجبهات الأخرى فأننا سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمن أي عمل عدواني. في الأثناء نقل الإعلام الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن أطلاق الصواريخ من غزة ولبنان يثبت أن الردع الإسرائيلي يتآكل. المصدر أشار لموقع والا إلى أنه إذا كانت هناك خشية من أن الردع الإسرائيلي يتآكل فقد حصلت إسرائيل في اليومين الماضيين على ختم على ذلك وعلى الانتهاكات الصارخة. وأضاف أن إسرائيل ستختار التوقيت لجني ثمن مؤلم على ذلك. معنا من بيت لحمة مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، بعد التحية، يعني بناء على التصريحات الإسرائيلية وعلى المشهد الذي شهدناه يعني ليل البارحة وحتى فجر اليوم، كيف بدأ مشهد الردع داخل إسرائيل؟ إسرائيل تقول، الإعلام الإسرائيلي يقول أنه الردع عمليا يتآكل. أولا مروان، جيش الاحتلال طلب من المستوطنين وخصوصا حول قطاع غزة العودة إلى الروتين، العودة إلى الحياة الطبيعية. وكتبت الصحافة العبرية نقلا عن الجيش بأنه هذه الجولة من القتال انتهت، لكن كتبوا ذلك بحذر في إشارة إلى إبقاء فرصة لأي جديد. فيما يتعلق بالمستوطنين، ضجوا عائلات مستوطنين قالوا سنرحل من الديروت، لا يمكن أن نعيش في أو يكبر أولادنا في منطقة كهذه. آخرون قالوا علانية، ونشرت الصحافة الإسرائيلية ذلك، أن من يقرر الحرب والسلام ليست إسرائيل وإنما مطلقي الصواريخ. وطبعا هذا انتقاد شديد ولاذع ضد ما يسمى استعادة الردع في إسرائيل. الصورة البليغة هو انتهاء هذه الجولة القتالية. جعلت حرنوت وضعت صورة للبنان على اليمين، لغزة على اليسار، وفي الوسط قبة الصخرة، وقالوا والآن تعود الأعين إلى القدس، في إشارة إلى أن الجبهتان اللتان سحبتا أمس عادتا إلى طبيعتهما، والآن الجبهة المشتعلة هي القدس. هناك حالة من التوقع والتحسب، انتشار كبير لجيش الاحتلال في الضفة الغربية حول القدس. الفلسطينيون من استطاع ذلك يسعون نحو القدس كالنهر من أجل التواجد في المسجد الأقصى وفي رحابه في الجمعة الثالثة من رمضان. لكن إسرائيل ترى بأنه إمكانية تنفيذ عمليات في الداخل وفي الضفة الغربية لا تزال عالية. التحذيرات مستمرة مروان. قبل قليل، وهذا أمر قيد الفحص، أقوم بفحص، هناك إصابة لثلاث إسرائيليين، واحد منهم بحالة حرجة واثنين بحالة خطيرة عند منطقة حاجز الحمراء في الأغوار. وإسرائيل أعتقد بأن هذه عملية، بالإضافة إلى إصابة الجندي يوم أمس في منطقة القدس بإطلاق النار والمفرقعات. إذا صح هذا الكلام وثلاث إصابات الخطيرة والحرجة في غور الأردن عند حاجز الحمراء، معنى ذلك أنه الأمور تسخن أكثر في الضفة الغربية وتسخن أكثر في القدس، فيما تعود الهدوء الحذر على الجبهتين، جبهة غزة وجبهة لبنان. شكرا لك من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيديت باتل إن بلاده قلقة من مشاهد العنف في القدس وتدين الضربات الصاروخية من لبنان.
نحن قلقون من المشاهد الواردة من القدس ونرى أن من الضروري الحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة. نؤكد أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي لهذه الأماكن، وأي خرق في هذا المجال هو غير مقبول بالنسبة إلينا. ندعو إلى ضبط النفس والتنسيق والهدوء خلال موسم الأعياد. نحن على اتصال مستمر ومنتظم مع شركائنا الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية، ومن جهة أخرى نحن ندين إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة على إسرائيل. إن التزامنا بأمن إسرائيل صارم، ولإسرائيل حق مشروع في الدفاع عن نفسها ضد جميع أشكال العدوان. إلى ذلك قال موقع أكسيوس الأمريكي أن الولايات المتحدة عرقلت بيانا لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأقصى. وكان مجلس الأمن الدولي ناقش خلال جلسة مشاورات مغلقة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين. أعضاء المجلس استمعوا خلال الجلسة إلى إحاطة قدمها المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينستلاند، وجاءت الجلسة الطارئة بطلب مشترك من فلسطين والأردن وبدعم من الإمارات والصين. إلى ذلك دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف تصعيد التوتر بعد إطلاق صواريخ من لبنان على الأراضي المحتلة. فيما يتعلق بالوضع بين لبنان وإسرائيل، ندين الصواريخ المتعددة التي تطلق من لبنان على شمال إسرائيل، ونحث جميع الجهات الفاعلة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. لا تزال القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق، ونحث الأطراف على الاتصال بقوات حفظ السلام لدينا وتجنب أي إجراء أحادي الجانب يمكن أن يؤدي إلى زيادة تصعيد الوضع. وفي المواقف، غرد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي داعيا الإمارات والدول المطبعة إلى الامتناع عن مساندة الكيان الغاصب، فالمساندة إجرام وإرهاب يدعم إرهاب الكيان وفق تعبيره. وعلى خلفية ما جاء في بيان الخارجية الإماراتية الذي دان ما وصفه بتحصن المعتكفين في المسجد الأقصى، سادت موجة استهجان بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث رأى عدد من هؤلاء أن البيان يساوي بين الفلسطيني والمحتل. استياء كبير من رواد التواصل الاجتماعي على خلفية بيان الخارجية الإماراتية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، والذي كان مفاجئا في إدانة ما وصفه بتحصن المعتكفين بالمسجد والعبث بالمفرقعات داخله على حد تعبير البيان الإماراتي. مغردون رأوا أن البيان يتماهى مع الخطاب الإسرائيلي ويساوي بين الفلسطيني والمحتل، وقالت إحدى التغريدات إنه صدر نيابة عن حكومة نتنياهو اليمينية. تغريدات أخرى لفتت إلى أن البيان يتوافق مع المزاعم الإسرائيلية التي تحدثت عن وجود ألعاب نارية في المسجد الأقصى لتبرير الهجوم الوحشي، بينما استغرب البعض مطالبة الإمارات الفلسطينيين بعدم الدفاع عن أنفسهم. الإمارات تهاجم المرابطين في الأقصى وتطالبهم بعدم تحصن المصلين في داخله، هذا ما تناولته إحدى التغريدات، فيما تساءل البعض أنه في حال كان الإعلام الغربي يكذب، فما الذي يمكن قوله عن تصريح الإمارات بشأن اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى؟ تغريدة لافتة نقلت عن قناة إسرائيلية قولها إن الإمارات أدانت مثيري الشغب في الأقصى واتهمت المصلين المسلمين بإدخال المفرقعات والأسلحة، وفي الوقت ذاته أدانت العنف الإسرائيلي. ومتابعة للخبر العاجل الذي ورد قبل قليل أسفل الشاشة حول عملية إطلاق نار في غور الأردن، تنضم إلينا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. نسرين، بعد التحية، وقبل قليل تحدث مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام، يعني كان هناك معلومات عن عملية إطلاق نار في غور الأردن. وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت هذه العملية، تقول أن هناك عدة إصابات أو 5 إصابات في عملية إطلاق نار في غور الأردن. إن كانت هناك أي تفاصيل حول طبيعة هذه العملية؟ التفاصيل الأولية تشير إلى أن عملية، كان حسب تقارير طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقول أنها عملية صعبة جدا. هناك حوالي 3 إصابات، من الواضح أن الإصابتين خطيرة جدا منهما، وقد يكون قتلا على في المكان على الفور.
لكن حتى هذه اللحظة لم تتضح كيف كانت العملية وتفاصيلها. لكن على حسب المعلومات الأولية أن المقاومون قاموا بإطلاق الرصاص باتجاه سيارة المستوطنين، وأن من كانوا في داخلها هم من الشبان في العشرينات من العمر، تم إطلاق النار عليهم واستهدافهم. وكما قلت بحسب تقارير الإسعافات الإسرائيلية بأنهم يقولون أن العملية صعبة جدا. هناك أنباء تحدث أنه شابين قتلا والآخر مصاب بحالة حرجة. قوات الاحتلال تقوم الآن بعمليات مطاردة للمنفذين الذين لم تعرف هويتهم بعد أو المكان المتواجدين فيه، لكنهم في منطقة الأغوار يشنون حملة مداهمات واقتحامات بحثا عن منفذي إطلاق النار. شكرا لك من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي على هذه التفاصيل. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ويعني نتابع في هذه الأثناء تفاصيل هذه العملية، عملية الفدائية، عملية إطلاق النار في غور الأردن، ونبقى مع هذه المشاهد التي تبثها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية من موقع إطلاق النار. يعني هناك وفقا للمصادر، المصادر تتحدث عن قتيلين وإصابة خطيرة. هذه المشاهد إذن تريدنا من القناة الثانية عشرة الإسرائيلية من موقع عملية إطلاق النار. ونذهب إلى مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر مرحبا بك من جديد، وكنت قبل قليل يعني قد تحدثت عن هذه العملية، ويعني هذه العملية يبدو أنها أسفرت عن مقتل اثنين وهناك إصابة حرجة. يعني إذا كانت هناك أي تفاصيل حول طبيعة هذه العملية، حول طبيعة المنطقة التي جرت بها. نعطي بروان، كما قلنا قبل قليل العملية كانت قيد الفحص، صدم الإسرائيليون، لم يعرفوا إذا كانت عملية أم لا. وبعد ذلك حين وصلوا كان اثنان في حالة خطيرة وواحد في حالة حرجة على ما يبدو ميت. بعد ذلك بدأت الصحافة العبرية تصل إلى المكان، ونجم الدود الحمراء على ما يبدو على الأقل قتيلين، قد يكون ثلاثة قتيلين في هذه العملية. حجز الحمراء هو حجز عسكري أقامه الاحتلال في الانتفاضة الثانية وقطع شمال الضفة عن وسطها. منطقة الحمراء هي المنطقة التي تربط أغوار الأردن أريحة مع جبال طوباس، يعني المنطقة التي ترتفع فيها الأرض من تحت سطح البحر إلى طوباس، وهي منطقة جميلة جدا، لكن يحاول الاحتلال غرسها بالمستوطنات. بإطلاق النار على ما يبدو المنفذون نجحوا في الانسحاب من دون أي مشاكل. منطقة مفتوحة وواسعة ومكشوفة أيضا، تؤكد المصادر غير الرسمية بأن هناك قتيلين في المكان الحادث والإصابة الثالثة خطيرة، وحتى يمكن أن تكون في حالة موت سريري. على ما يبدو إطلاق النار كان مباشر والإصابات مباشرة، هذا طبعا ينقل الأحداث إلى مستوى ماذا تفعل إسرائيل بالضفة الغربية من كثرة الضغط الذي تمارسه إسرائيل على السكان في شهر رمضان. هذا رد فعل أولي على الأقل، يضاف إلى الجندي الذي أصيب أمس بالقدس. تربط إسرائيل وتقول إنه هاتين العمليتين قاسيتين على إسرائيل، وخصوصا في فترة العدوان الذي قام به سلاح الجو على لبنان وعلى غزة. ويبدو ناصر أنه تسلسل العمليات في الأيام المقبلة ستكون هناك عمليات، خاصة أن هناك تقديرات إسرائيلية أمنية تتحدث عن احتمالية حدوث عمليات فدائية. في الحقيقة الأمر يتعلق بإسرائيل. بعد قمة العقبة وبعد قمة شرم كان الفلسطينيون يطلبون
إبعاد المستوطنين عن حوارة وعن منطقة عقبة جبر التي هي في طريق الحمراء وعن جنين وعن الأقصى. لكن بن كبير وأمثاله رفعوا الصوت عاليا وكثفوا الاعتداءات ما يخلق ردات فعل كهذه. طبعا لم يصلني لغاية الآن أي بيان من الفصائل الفلسطينية، لا تأييدا ولا عملية. لكن القناة 12 التي نشاهدها الآن أقول إن عملية إطلاق النار صعبة، صعبة جدا. بكل حال من الأحوال هذه مناطق، وهذا مهم جدا، هذه المنطقة تحت سيطرة الاحتلال، هذه المناطق يتواجد فيها الاحتلال بشكل دائم سواء بطائراته أو بدباباته. إذن هي منطقة أمنية عمليا، هذه قريبة من نهر الأردن، قريبة من الحدود مع الأردن، وهي في الطريق شمالا إلى حيفا، وطبعا هي الأقرب إلى جنين. بكل حال من الأحوال بعيدا عن جغرافية المكان، السكان أنفسهم يعانون نفس المعاناة ويدفعون نفس الأثمان. المستوطنون ذهبوا إلى تلك المنطقة، وأذكر السنة الماضية كنا على البث نتحدث عن هجمة نتنياهو على الأغوار التي قال فيها بأنه يريد أن يستوطن المستوطنون في أغوار الأردن، نتيجة طبيعية وأولية مثل هذه الخطوات. نعم، ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، شكرا لك على هذه التفاصيل. غداة الاجتماع الرباعي الذي التأم في موسكو للبحث في مسار إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، يواصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارته لأنقرة بدعوة من نظيره التركي، ويفرض الملف السوري نفسه بقوة على أجندة المحادثات التي تشمل الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها بحسب بيان الخارجية الروسية. وفي سوريا استشهد 5 عناصر من مقاتلي لواء القدس في اشتباكات مع خلايا داعش في بادية السخنة شرق حمص، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل قيادي في داعش من جراء استهدافه في غارة شمال إدلب. تقرير محمد الخضر. قيادي آخر في داعش يسقط بصاروخ أطلقته مسيرة أمريكية شمال إدلب. خالد أحمد الجبوري مسؤول هجمات التنظيم في أوروبا بحسب التوصيف الأمريكي، يضاف إلى قائمة تصفيات ضمت زعيمي داعش أبو بكر البغدادي وعبد الله قرداش، وجميعهم قتلوا في منطقة تداخل النفوذ التركي مع هيئة تحرير الشام. لغز المكان يشير إلى صفقات تبيع الهيئة فيها حلفائها السابقين. يبدو أن المعلومات الأمريكية بالتعاون مع قيادات جبهة النصرة وتحديدا أيضا اليوم مع أبو محمد الجولاني الذي يريد أن يعطي انطباعا وصورة جديدة بأن جبهة النصرة هي تحارب الإرهاب إلى جانب الرؤية الأمريكية في التحالف الدولي، وإلى جانب أيضا الانفتاح على ما يبدو العربي نحو سوريا كي يكون حاضرا على أي طاولة مفاوضات قادمة نحو سوريا. ضيق مجال المناورة أمام قيادي داعش يقابله حركة متسارعة في البادية السورية. شهداء من لواء القدس في اشتباك جديد مع خلايا التنظيم في السخنة، تلك الخلايا التي نفذت أكثر من 50 هجوما في البادية منذ مطلع العام، تصعيد لحرب استنزاف تتبعها خلايا التنظيم منذ سقوطه في الباغوز قبل 4 سنوات. حركة أو بقايا مجموعات داعش الإرهابية التي يتم نقلها من الشمال الشرقي باتجاه منطقة التنف تعتبر أو تعتبر إعادة هيكلة لتنظيم داعش من أجل استخدامه إما في الساحة السورية أو في الساحة العراقية. تصعيد لخلايا داعش في البادية بدءا من محيط قاعدة التحالف في التنف تقابله ضربات يتلقاها قادة التنظيم في بلدات شمال إدلب، المنطقة الوحيدة المتاحة أمام تخفي قادة داعش رغم ما باتت تحمله من مخاطر. ملاذ شمال إدلب يفقد أهميته باضطراد في ظل سباق المجموعات المسلحة للتأقلم مع استحقاق مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، تقارب يفرض معالجة ملف الجماعات الإرهابية وعودة تلك الجغرافيا إلى سيادة الدولة السورية. محمد الخضر، دمشق.
الميادين. إلى السودان، حيث شهدت مناطق ومدن عديدة تظاهرات حاشدة ضد حكم العسكر. المتظاهرون الذين هتفوا لا ميليشيا يمكنها أن تحكم دولة أغلقوا الطرق الرئيسية في عدة مدن وواجهوا قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها القوى الأمنية لتفريقهم. وتأتي التظاهرات بالتزامن مع أحياء البلاد ذكرى انتفاضتين أسقطتا رئيسين انقلابيين، وأيضا غداة تأجيل جديد لاتفاق تشكيل الحكومة المدنية بسبب خلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية. الشارع بيؤكد انه شعار اطلقوا قبل مده طويله لا تفاوض ولا شراكه ولا شرعيه، ده الطريق اللي ماشيين فوق الناس، انه ما حنتفاوض، الشارع ما حيتفاوض، الشعب السوداني ما حيتفاوض، الثوار ما حيتفاوضوا مع الانقلابيين اللي ارتكبوا الجرائم ضد الانسانيه. الطريق بتاعنا انه نضغط الانقلابيين ديل بسلميتنا الكامله، يعني حتى يتم إزاحتهم من المشهد تماما. الشعب السوداني قال كلمته، والشعب السوداني إن شاء الله الثورة حتصل غاياتها ومبتغاها، وبإذن الله وبحق الشهداء الأفنوا أرواحهم رخيصة من أجل هذا الوطن، الثورة حتصل نهايتها بإذن الله منتصرين ومكملين إلى أن نصل لحكم مدني ديمقراطي ولا لعودة أي نظام شمولي ثاني في السودان بإذن الله تعالى. السلطات الصينية فرضت عقوبات على شياو ميكين رئيسة الممثلية الاقتصادية والثقافية التايوانية في واشنطن، وعلى منظمات تايوانية بسبب ما سمته الأنشطة الداعمة للنزعات الانفصالية. وبحسب بيان صدر عن مكتب شؤون تايوان في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، فقد منعت الحكومة الصينية المؤسسات الوطنية والأفراد من التعاون مع الشركات أو مع جهات لها علاقة بشياو ميكين، كما فرضت عقوبات على معهد هيدسون الأمريكي ومكتبة رونالد ريغان الرئاسية، وذلك على خلفية دخول رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن مسألة تايوان تعد في صميم المصالح الجوهرية لبلادها، وشددت على أن هذه المسألة هي أول خط أحمر يجب أن لا يجري تجاوزه في العلاقات مع الولايات المتحدة، مؤكدة اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية سيادة الصين الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل جهود مشتركة لتنمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي. شي وخلال اجتماع ثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين، شدد على استعداد بكين للعمل مع الاتحاد واستئناف التبادلات بشكل شامل وعلى جميع المستويات وتفعيل التعاون وإزالة الاضطرابات والتحديات. من جهتها أكدت فوندرلاين أن الانفصال عن الصين ليس قابلا للتطبيق ولا مرغوبا فيه من منظور الحفاظ على العلاقات الجيدة، كما ودعا ماكرون إلى تعزيز التبادلات والتنسيق لمواجهة حالات عدم اليقين العالمية. نحن على استعداد للعمل مع الاتحاد الأوروبي لتحديد الاتجاه والنمط الصحيحين للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي واستئناف التبادلات بشكل شامل على جميع المستويات وتفعيل التعاون المتبادل المنفعة في مختلف المجالات وإزالة التحديات وضخ زخم جديد في تنمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي والسلام والاستقرار العالميين. بين الاتحاد الأوروبي والصين علاقات واسعة، ستكون الطريقة التي ندير بها هذه العلاقات عاملا حاسما في ازدهارنا الاقتصادي في المستقبل، ولهذا السبب أرى أن الانفصال عن الصين أمر غير قابل للحياة أو مرغوب فيه. نحن نعيش في عالم مليء بالشكوك، لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز الحوار والتبادل على نحو يتسم بالاحترام المتبادل والانفتاح والتواضع والتعبير بوضوح وصدق عن وجهة نظرنا من أجل إيجاد حلول مشتركة ومعالجة التحديات العالمية. إلى فرنسا، حيث أعلنت السلطات عن إصابة 77 من عناصر الشرطة في فرنسا
إثر المواجهات التي اندلعت في العاصمة باريس خلال التظاهرات ضد قانون تعديل نظام التقاعد. وقام بعض المتظاهرين بإلقاء الزجاجات والمفرقعات النارية على الشرطة وتحطيم نوافذ المتاجر واللوحات الإعلانية. في المقابل استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع. هذا وأعلنت النقابات العمالية عن مرحلة جديدة من الإضرابات بدءا من الخميس المقبل. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه المشاهد من العاصمة الفرنسية باريس نختم النشرة، وللمزيد من الأخبار والتقارير دائما زوروا صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.